تحت رعاية كريمة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مكاي حسن تيسو، شهد يوم أمس قصر 15 من يناير مناسبة انطلاق أنشطة مؤسسة البروفيسور عبد الرحمن عمر الماحي للأنشطة العلمية التي جاءت تزامنا مع الذكرى الرابعة لرحيله. ولقد تعهد العمدة عمدة النائب الأول لبلدية أنجمينة تجاني عبد الرحمن نورين بتسمية إحدى الطرق المطلة على الجامعة باسم البروفيسور عبد الرحمن عمر الماحي تقديرا لجهوده العلمية، حيث كان الفقيد رجلا بحجم أمة، هذا ما أطلقته عليه إحدى الصحف الجزائرية بعد رحيله، وفي الصحافة المصرية رائد التعليم في أفريقيا. حسن جدا. كثيرون منا يرحلون عن دنيانا دون أن نشعر بهم، وقليلون هم الذين تظل ذكراهم خالدة في أذهان محبيهم حتى وإن غابت أجسادهم نتيجة لما تركوه من آثار إيجابية لوطنهم. البروفيسور عبد الرحمن عمر الماحي الذي أخذت هذه المؤسسة اسمه هو واحد من هؤلاء الذين تركوا بصمات لا تمحى من الذاكرة إلى الأبد. تقديرا لجهوده وتزامنا مع الذكرى الرابعة لرحيله، يأتي حفل انطلاقة هذه المؤسسة التي تحمل اسم البروفيسور عبد الرحمن عمر الماحي للأنشطة العلمية، مؤسسة علمية ثقافية بعيدة عن السياسة حصلت على تصريحها بتاريخ 27 من سبتمبر لعام 2017 على حسب ما أدلى به رئيس المؤسسة حسن بوبا جمعة، كما تهدف إلى العناية بالتراث الوطني التشادي بحثا وجمعا ونشرا. وفي ختام خطابه قدم حسن بوبا جمعة متطلبات تركها الماحي قبل وفاته إلى بلدية أنجمينة. كان البروفيسور الماحي أراد من البلدية تحقيق التالي، وذلك قبل وفاته. أولا أراد أن يتم تسمية الشارع المار بالجامعة باسم الجامعة أو السلطان القاسمي سلطان إمارة الشارقة. تمنى البروفيسور الماحي من البلدية بناء جسر يربط بين الجهة الشمالية والجنوبية بجامعة الملك فيصل حتى يقلل من خطورة الحوادث التي يتعرض لها أبناءه الطلاب. تلبية لمتطلبات فقيد الأمة التشادية، فقد تعهد النائب الأول لعمدة بلدية أنجمينة تجاني عبد الرحمن نورين ممثلا للعمدة بالآتي: إن شاء الله نحن في بلدية أنجمينة لن نغيب ظنه إطلاقا مهما كان، وإن شاء الله بدلا أن نسمي تلكم الشارع باسم آخر إن شاء الله نسمي إحدى شوارع هذه المدينة باسم البروفيسور عبد الرحمن الماحي. كلمة راعي الحفل البروفيسور مكاي حسن تيسو جاءت هي الأخرى حاملة في طياتها أسمى عبارات الشكر والتقدير والاعتراف بالجميل لشخص الماحي، وقال إن البلاد فقدت شخص ضحى من أجلها، مطالبا من مؤسسي هذا الكيان العمل على نهج البروفيسور لتحقيق ما كان يتمناه. ونظرا لما يحمله هذا الصرح العلمي العملاق من أهداف وبرامج واسم لشخص كالبروفيسور عبد الرحمن عمر الماحي، فقد تبرع عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل إساسا عدم بقطع عرض لبناء مقر لهذه المؤسسة بالدائرة الأولى، كما شهدت المناسبة تكريم بعض الشخصيات تقديرا لجهودهم في سبيل الوطن وندوة علمية قدمها كل من الدكتور كودي محمد رئيس جامعة مونغو والدكتور محمد مدني فضلة. أمين الدولة في التعليم العالي والابتكار دكتور حسين مسار قدم حديثا صحفيا قدم فيه حصيلة الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى جمهورية مصر العربية والمشاركة الفاعلة للوفد الشادي في أعمال المنتدى العالمي للشباب بشرم الشيخ، جزء من هذا الحديث. شرفنا بلقاء الطلاب التشاديين في جمهورية مصر العربية من خلال الاتحاد العام للطلاب التشاديين، وزرت مقر الاتحاد والتقيت بالطلاب واستمعت إلى مطالبهم وجميع قضاياهم، وكانت في محط اهتمام. وأريد أن أؤكد أن هذا اللقاء الذي جمعني مع الطلاب هو جاء بتوجيه من صاحب الفخامة رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو، دليل اهتمامه بالطلاب وأينما وجدوا. ثم توجهت في اليوم الثاني، زرت السكن الطلابي للطلاب، يعني زرت مسكن الطلاب مدينة البعوث هي التي تتبع لجامعة الأزهر، وكذلك تفقدت أحوال الطلاب واستمعت إلى قضاياهم وما يهتمون به. وصراحة لقد قدم الطلاب شكرهم لفخامة رئيس الجمهورية على اهتمامه بالطلاب في الداخل وفي الخارج. أيضا
التقيت بوزير التعليم العالي بجمهورية مصر العربية الذي يعني قدم شكره لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أثناء لقائه بأخيه الرئيس المصري. صراحة يعني أكدوا على المطالب التي قدمها، وتلك المطالب المتمثلة في زيارة المنح الدراسية. وحقيقة أيضا تبادلنا مع وزير التعليم العالي إمكانية تبادل الأساتذة الزائرين من مصر، وكذلك العمل على دعم البحث العلمي. سوف نوقع اتفاقية مشتركة بين البلدين في شهر 12 المقبل، ديسمبر المقبل، وهذا جاء نتيجة للقمة التي عقدت بين الرئيسين، فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو وفخامة الرئيس المصري